أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري جدل واسع من بعد ما وصلت على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة ولبست جامب سوت باللون الأسود على قد الجسم، وهذا يلي خلى بعض التفاصيل تبين بوضوح وتحديدا الانتفاخ بمنطقة البطن. وتصدرت ياسمين مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المتابعين يلي توقعوا انه تكون حبلة، خصوصا انها من الممثلات يلي كتير بيهتموا برشاقتهم وعلى طول تنشر صور من الجيم، فبطبيعة الحال مش ممكن يكون عم بزيد وزنها إلا بحال كانت حامل. فهل رح يصح توقع الجمهور وتعلن ياسمين عن حملها بأول طفل إلها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة؟ لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.